السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا اربع صنابير لربح العملات الرقميه. طبعا اصدقائي، هاي الصنابير الاربعه تدفع بدون حد ادنى للسحب على المحفظه الوسيطه فوسيت باي، طبعا بشكل جدا كويس. معك 10 محاولات يوميه من كل صنبور، المبالغ جدا كويسه، نادرا ما تلاقيها على صنبور. تمام اخي الكريم، يعني بالنسبه للدوج كوين حوالي 600 الف ساتوشي طبعا للمطالبه، بالنسبه للترون بيعطيك مليون ساتوشي و100 الف، وهذا شيء كثير كويس. بالنسبه للدي جي بايت حوالي مليونين ونص ساتوشي من عمله الدي جي بايت، كمان ممتازة. بالنسبة لللايت كوين 778 ممكن توصل ل 800 ساتوشي. طبعا هذا بيعتمد على سعر العملة بالوقت الحالي. طبعا اصدقائي، هاي الصنابير الاربعة متشابهة، فانا راح اشتغل على صنبورين، وانت اخي الكريم نفذ مبدأ العمل على الاربع صنابير. تمام، كساب منهم كلهم، طبعا الربح منهم جدا كويس، فيهم رابط مختصر ما نو صعب ابدا، شوية وقت بتتخطى اخي الكريم. طبعا انا راح اكون اشتغل على صنبورين، فراح يطلع لي رابطين مختصرين طبعا راح يكونوا مختلفين، فراح يكون عندك فكرة عن نوعية الروابط المختصرة الموجودة على هاي الصنابير. طيب يلا بسم الله نبدا. اول شيء بالنسبه لصنبور الدوج كوين، بنتقل اول شيء للمحفظه الوسيطه فوسيت باي، بروح على كلمه ديبوزايت مشان نجيب عنوان محفظتي الدوج كوين. تمام اخي الكريم، طبعا هاي دوج كوين بعد كوبي، بنتقل للصنبور الخاص بالدوج كوين. طبعا فيني اسكر انا الدي جي بايت واللايت كوين، يعني مثل ما قلنا رح نشتغل هدول الصنبورين، ونفس المبدا بتنفذوه اخي الكريم على بقيه الصنابير. بحط العنوان هون اخي الكريم، طبعا بنزل لتحت هيك على كلمه لوجن، بضغط عليها بيعطيني هون كباتشا بحلها. طبعا بيعطيني هون انتي بوت، شايفين اصدقائي لازم حلهم بالشكل الصحيح، بختار الكلمات بالشكل الصحيح، هاي الثالثه وهاي الرابعه، بروح على كلمه فيريفاي كباتشا، وبنتظر الموقع ليحولني على الصفحه اللاند بيج اللي بدي اروح منها على الرابط المختصر. طبعا اصدقائي هيك حولني على اللاند بيج مثل ما كنتم ملاحظين، بروح على كلمه جو سبونسرز لينك، بضغط عليها هيك. طبعا هيك نحن تحولنا لصفحه الرابط المختصر مثل ما كنتم ملاحظين اصدقائي. طبعا هذا الرابط على الاغلب رح يطلع لكم يعني بشكل كبير اسمه ريد جوليان، طبعا رابط ما هو صعب ابدا. اول مرحله 1/3 بنزل لتحت هيك، شايفين اصدقائي اعطاني هون صفر، بروح على كلمه كليك هير تو كونتينيو، بضغط عليها. طبعا طلعت لي صفحه جوجل مثل ما كنتم ملاحظين، بروح انا على اول خيار، هو حط لي شيء هون بالبحث، بروح على اول خيار بس بضغط عليه هيك، طبعا بيرجعني للصفحه واعطاني 2/3 مثل ما كنتم ملاحظين. برجع بنزل لتحت هيك، بيعطيني هون كباتشا بحلها. تمام اخي الكريم، بنزل لتحت، تمام على كلمه كليك هير تو كونتينيو، 2/3 بضغط عليها. طبعا اعطاني هلا هون 3/3، شايفين اصدقائي هون في عداده رقميه 10 ثواني بنتظرها. طبعا بلشت تحمل مثل ما كنتم ملاحظين اصدقائي، بس انتهى هي العداده الرقميه، هون في كلمه بليز ويت، شايفين بنتظرها صارت صفر، بنزل على الكلمة اللي هون اللي هي please wait click here to continue 3/3، بضغط عليها هيك. طبعا اعطاني المرحلة اللي بعدها اللي هي link 1s، شايفين اصدقائي شوي طويل اللينك، بروح على cancel. تمام بنزل لتحت هيك، لكن يعني مربح مربح. تمام اخي الكريم، يعني كل قصة بتاخذ معك 30 ثانية. خلصت هون العداد الرقمي get link، بضغط عليها. تمام اصدقائي، وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا حملت صفحة ودفع لي 584 ألف ساتوشي من عملة الدوج كوين، وهذا الشيء كتير كويس. طبعا فيني أقوم بالمطالبة بعد دقيقة من هذا الموقع، معي 10 مطالبات من كل موقع. تمام، فأنا هلا بنتقل للمحفظة الوسيطة فوسيت باي، بحدث صفحة الدفعات لشاهد الدفعة اللي وصلتني. تمام أخي الكريم، طبعا منتظر التحميل هيك، شايفين أصدقائي 584 ألف ساتوشي من عملة الدوج كوين نورمال بيمنت، هذا هو الموقع جيت ساتوشي. طبعا اصدقائي الصنبور الثاني اللي ربح عمله الترون مثل ما قلنا بيعطيني مليون ساتوشي و100 الف تقريبا من عمله الترون. كلمه علي، اول شيء بروح على الديبوزايت، طبعا بجيب عنوان محفظتي الترون، ترون تي ار اكس، بضغط عليه هيك باخذ كوبي، بنتقل للصنبور، شايفين اصدقائي بحط العنوان هون بيست، شايفين اصدقائي لوجن، طبعا هون كباتشا، ومنحل الانتي بوت، شايفين اصدقائي هي اول كلمه، طبعا هاي ثاني كلمه، هاي ثالث كلمة، وهي رابع كلمة. فيريفاي كباتشا راح ياخذني على اللاندنج بيج الخاصة بالسبونسر لينك او بالرابط المختصر. تمام، بنتظر التحميل، طبعا اخذني عليها، بروح انا على جو سبونسر لينك، بضغط عليها، طبعا اخذني هون هلا هيك على الرابط المختصر، هذا الرابط اللي هو ريد جوليان. تمام بنتظر، شايفين اصدقائي مثل ما عملنا بالرابط الاول، على الاغلب راح يطلع لك هذا الرابط، ممكن يطلع لك روابط ثانيه مشابهه. شايفين اصدقائي 1/3، بنزل لتحت هيك، خلصت العداد الرقمي، بنزل لتحت كليك هير تو كونتينيو، بضغط عليها. شايفين اصدقائي حاطط لي هو جمله بخانه البحث بجوجل، بس انا بختار اول موقع ريد جوليان مثل ما كنتم ملاحظين، بضغط عليها.
طبعا هيك 2 على 3 جوجل سيرش، شايفين اصدقائي بنزل لتحت هيك كاباتشا حلة فاير هايدرايك تمام فيريفاي، طبعا بنزل لتحت تمام اصدقائي كليك هير تو كونتينيو بضغط عليها، يعني شوي طويله لكن ما بتاخذ معك اكثر من 30 ثانيه اخي الكريم. شايفين اصدقائي هون العداد الرقمي ل10 ثواني، طبعا سر النجاح بهي الروابط المختصره جوجل ادسنس مثل ما كانوا ملاحظين. طبعا هني بيكسبوا بشكل كويس ونحن بنكسب بشكل كويس، يعني المنفعه بتكون متبادله. شايفين اصدقائي رح تنتهي العداد الرقميه، بنزل لتحت هيك كليك هير تو كونتينيو 3 على 3، طبعا هون كانسل لازم اضغط عليها بنتظر. شايفين اصدقائي هون العداد الرقمي انتهت، جيت لينك بضغط عليها طبعا رجعني على الموقع. شايفين اصدقائي اعطاني 1,100,000 ساتوشي وشوية كسور من عملة الترون. فبنتقل للمحفظة البسيطة فوست باي، بحدث صفحة الدفعات مشان شاهد الدفعة تمام اصدقائي، بنتظر التحميل. طبعا هاي هي 1,100,000 ساتوشي وشوية كسور من عملة ترون، جيت ساتوشي مثل ما ملاحظين مبلغ جدا كويس. نورمال بيمنت 14 سبتمبر ايلول 2021. طبعا مثل ما قلنا لسه في صنبورين نفس مبدا العمل تبع صنبور اللايت كوين وصنبور الدي جي بايت. صنبور الدي جي بايت بيعطيك 1,500,000 ساتوشي، ما راح تاخذهم محل ثاني اخي الكريم، جدا كويسين اصدقائي اشتغلوا عليهم واكسبوا منهم. كمان راح احط لكم اصدقائي بصندوق الوصف رابط فيه اكثر من 40 صنبور، طبعا هدول الصنابير اللي احط لك اياها بصندوق الوصف طبعا فيها 40 صنبور، ما فيها رابط مختصر يعني بتدفع لك بشكل فوري بكميات اقل من هي لكن كمان سريعه ممكن تكسب منها وممكن تشتغل على كل هاي الصنابير اخي الكريم يعني وتكسب مبالغ لا باس فيها، او تبلش تاسس راس مالك في حاله دخلت على الانترنت هلا شفت عملات رقميه ما بتعرف شو هاي العملات ممكن تكسب منها وتبلش تكسب طبعا من الانترنت. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.